السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم طريقة زراعة الكوت بالتفصيل، وإن شاء الله حنتابعها خطوة خطوة. طبعا أول شيء قبل ما نبدأ حلقتنا، أتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأتمنى تشاهدوا خطوات الزراعة. طبعا خلينا نتكلم عن موعد الزراعة. يعني موعد زراعة الكوسة بتنقسم من عروتين، في عروة صيفية وعروة شتوية. بالنسبة للعروة الصيفية بتبدأ زراعتها من شهر 8 لغاية شهر 10، والعروة الشتوية بتبدأ زراعتها من شهر 12 لغاية شهر 6. وطبعا أفضل تربة، يعني تربة يعني زراعية لنبات الكوسة، يعني حناخو طين، يعني تربة طينية، ونضيف عليها شوية من السماد العضوي ونشارة خشب. هذه أفضل تربة بالنسبة لزراعة الكوسة. وطبعا مثل ما تلاحظ أمامكم، هذه بذور الكوسة لو لاحظنا أمامكم، وهذا إن شاء الله المكان اللي جهزناه عشان طبعا نزرع فيه. وطبعا لو لاحظنا أمامكم، يعني هنلاقي إنه هذه البذور نوع، يعني إحنا بنعرف إن الكوسة يعني شكلها مستطيل، ولكن هذا النوع يعني مثل ما تلاحظ أمامكم شكله دائري لو لاحظنا أمامكم. لو لاحظنا أمامكم طبعا هذا نوع مثل ما تلاحظ أمامكم، وإن شاء الله حيتم الزراعة في هذا المكان. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذه بذور الكوسة لو لاحظنا أمامكم. طبعا إن شاء الله بالنسبة للزراعة حيتم، إحنا طبعا حنغرس 5 بذور فقط، وإن شاء الله حنخلي العروة الصيفية أو الشتوية هنزرع منها بذور. هناخد 5 بذور، حيكون إن شاء الله ما بين يعني البذرة والبذرة تقريبا 10 سنتي، والعمق يكون 3 سنتي. وهلأ حنطبق كل اللي تكلمناه في المكان هذا، فتابعونا. ومثل ما تلاحظوا بعد ما يتم عمل الأحواض، مثل ما تلاحظ أمامكم، مثل ما تكلمنا مسافة 10 سنتي، حيتم إن شاء الله عمل حفرة صغيرة مثل ما تلاحظوا. طبعا هذه حفرة مناسبة، وحيتم وضع البذور مثل ما تلاحظوا. حيتم وضع البذور، وهذه مثل ما تلاحظوا البذور، حيتم وضع بذرة في كل الحفر. حيتم تغطيتها طبقة خفيفة من التربة مثل ما تلاحظ أمامكم فقط. والخطوة الأخيرة حيتم ري البذور. وهلأ حيتم الري. طبعا بالنسبة للري حيكون بالغمر، يعني بعد ما نزرع أي نوع من البذور لازم يتم ري بالغمر مثل ما تلاحظ أمامكم. لاحظ أمامكم، وطبعا بالنسبة للإنبات إن شاء الله هنستنى تقريبا أسبوع، يعني 7 أيام عشان البذور تنمو. وإن شاء الله بالنسبة للري، لأنه في ناس تسألني عن الري، الري إن شاء الله حيكون كل 3 أيام بنروي ري بالغمر مثل ما تلاحظ أمامكم بهذه الطريقة لو لاحظنا أمامكم. مثل ما يعني نتكلم في القناة إن شاء الله يعني حنتبعها لغاية إن شاء الله الحصاد. طبعا بعد 5 أو 6 أيام الحشائش حتبدأ تنمو، لازم يتم إزالتها من الآن، لازم يتم إزالة الحشائش، لأنه لو النبات كبر
ممكن يعني المكان هذا يتغطى وتنمو حشائش وممكن تسبب آفات للنبات. أتمنى يعني تكون استفدتوا من الحلقة هذه. أتمنى يعني لو في سؤال تكتبوه أسفل التعليقات، وما تنسوش أهم حاجة الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو. بس ما طلعت أمامكم.